لكن ما يتعلق بالصحة والبطلان لم يقل أحد من أهل العلم بأن الإنسان إذا لم يخشع في صلاته بأنها بطلت، ولم يقل أحد أيضا بأنه إذا لم يخشع في صلاته بأنه يعيدها حتى استحبابا أو حتى جوازا، بل هذا من التكلف. والمطلوب من الإنسان إذا ترك الخشوع في صلاة سابقة ماضية أن يعقد العزم إذا جاءت الصلاة القادمة أن يكون خاشعا لله عز وجل فيها. يا أخي البديل عن إعادة الصلاة الفريضة مرة أخرى من أجل أن يخشع فيها، البديل هو أن يصلي السنة الراتبة مثلا، أو يصلي النوافل المطلقة صحيح التي ليست سنة الرواتب، وهي ستكون بإذن الله عز وجل بديلا في الجانب الإيماني أو لإصلاح عمل القلب، هي بديل عن الفريضة التي فرط الإنسان في الخشوع فيها في صلاته لله عز وجل.